ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا لكم بفيديو جديد حول مراجعة لأكثر منتوج مطلوب في الجزائر حاليا من شركة أوراس اللي هو كومبو السي اس 9. وفي هذا الفيديو لن أشارككم المواصفات الخاصة بهذا الكومبو لأنه عادة الشركة تبالغ في وصف منتوجاتها، لذلك سوف أشارككم تجربتي الكاملة لمدة أسبوع مع هذا الكومبو ولنرى فعلا هل يستحق السعر الخاص به الذي يقدر بمليون و 150 ألف سنتيم. لكن قبل البداية لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب، وإذا كنت غير مشترك في القناة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل ميزة الجرس حتى تتواصل بكل ما هو جديد. في العلبة وهو السماعات، وأنا جد متحمس لتجربتها لأني كنت أعاني كثيرا في تعديل الصوت مع السماعات القديمة، وأيضا سوف نكتشف جودة هذه الإكسسوارات بعد التجربة لنرى مدى جودتها الفعلية بعيدا عن المواصفات. وبداية مع أول منتوج معنا وهو الكيبورد، وهو كيبورد ميكانيكي مع الريد سويتش، لذلك طبيعي جدا ان نجد صوت النقرات الصادر من الازرار منخفض بعكس الكيبوردات التي تاتي مع البلو سويتش، وسرعه الاستجابه الازرار فيه جد سريعه، وايضا يدعم التحكم بالالوان الار جي بي والتحكم في سرعه الاضاءه ودرجتها، ويدعم تقريبا 7 الوان. أما جودة التصنيع، يأتي الكيبورد مصنع من البلاستيك بالكامل، وحسب رأيي جودة التصنيع فيه متوسطة، لذلك سوف أعطيه 7/10. وثاني منتوج معنا وهو الماوس، وصراحة هذا الماوس يعتبر أسوأ شيء موجود في هذا الكومبو، خاصة من ناحية جودة التصنيع. يدعم التحكم في الRGB، ولاحظت في بعض الأحيان ينطفئ الRGB تلقائيا، لا أعرف إذا كانت هذه المشكلة في النسخة اللي عندي فقط أو جميع النسخ. أما حجم الماوس يعتبر كبير نوعا ما، إذا كانت يدك كبيرة فلا توجد مشكلة، أنا شخصيا لم أجد مشكلة من ناحية حجم الماوس. أما حساسية الماوس تصل إلى 3200 dpi. وإذا كنت من الناس الذين يختارون الماوس فقط من أجل dpi العالي، لأنه حتى لو كان dpi عالي أو مخفض فلن تلاحظ الفرق أبدا، لذلك دائما عند إقبالك على شراء ماوس جديد دائما ركز على حجم الماوس يكون مناسب لمسكة يدك، وثانيا ركز على شكل الماوس. عموما هذا الماوس اعطيه 5/10. وثالث منتج معنا وهو الماوس باد، صراحة هذا افضل شيء اعجبني في هذا الكومبو بالكامل، خاصة من ناحية الجودة، حتى النسيج في الحواف جيد جدا، اما من الاسفل محاط بالكامل بمادة مطاطية لضمان عدم انزلاقه، ويأتي ايضا باضاءة في الحواف متكونة من 9 الوان مع دعم التحكم بها، وهذا المنتج عموما اعطيه 9/10 لانه فعلا يستحق. اخر منتج معنا في هذا الكومبو وهو السماعة، الصوت فيها ليس أفضل شيء لكن جيد على العموم، لكن لو رفعنا الصوت فيها إلى أقصاه يصبح مزعج نوعا ما ويفقد جودته، وأيضا يحتوي على RGB مع زر للتحكم في الRGB وزر للتحكم في كتم الصوت الخاص بالميكروفون وزر للتحكم في مستوى رفع وخفض الصوت. أما من ناحية الحجم أعتقد أنه سوف يناسب أي شخص. أما من ناحية جودة التصنيع فهو متوسط على العموم، لذلك سوف أعطيه 7/10. المهم كانت هذه المراجعة الكاملة لكومبو أوراس السي اس 9، ويبقى السؤال الأهم، هل يستحق هذا الكومبو السعر الخاص به المقدر بمليون و 150 ألف سنتيم؟ بكل صراحة حاليا لا يوجد أي كومبو منافس له، لكن لو جمعت كومبو قطعة قطعة يمكن أن تجمع أفضل منه، لكن بشرط واحد، يجب الاستغناء على الموسباد، يعني بدلا أن تشتري موسباد من الحجم الكبير مع دعم الRGB راح تشتري موسباد عادي، وأيضا راح يكلفك أكثر من كومبو تاع أوراس، لذا
لذلك سوف أترك الخيار لكم. أما بخصوص الباور سبلاي الخاصة بأوراس سوف تكون المراجعة الخاصة بها قريبا جدا. وفي نهاية الفيديو لا تنسى دعمنا بالضغط على زر الإعجاب، وإذا كنت غير مشترك في القناة لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل ميزة الجرس حتى توصل بكل ما هو جديد. سلام.